يقول بأنه معايير الحديث على نجاح القمة العربية تكمن بالدرجة الأولى في ما يتم الوصول إليه من مخرجات ومن قرارات، وأعتقد بأنه في المؤشرات الأولى التي نحن أمامها، سواء كان في اجتماع مجلس المندوبين أو في اجتماع كذلك المجلس الاجتماعي والاقتصادي أو حتى كذلك في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، نحن نتحدث على مؤشرات إيجابية على أن هنالك نسبة عالية من التوافقات، على أن هنالك كذلك قناعة بضرورة العمل المشترك، أن هنالك كذلك إصرار على أن يكون هنالك حضور للمنطقة العربية في المعادلة الدولية، على أن هنالك كذلك اتفاق حول طبيعة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، والأهم والأساس أعتقد بأني قلتها سابقا أن الجزائر تدخل إلى القمة وبيدها وثيقة للمصالحة الفلسطينية، وثيقة وقع عليها كافة الأطراف الفلسطينية بأن هنالك إرادة فلسطينية في تعزيز الصف الداخلي وتعزيز الجبهة الفلسطينية من أجل مواجهة هذه التحديات آليا. فنحن نتحدث على أن هذه المعايير تسمح بالحديث على نجاح القمة العربية، ناهيك كذلك على أن التصريحات التي نستقيها من هنا ومن هناك من الأمين العام للجامعة الدول العربية، من مساعدي، من الوفود المشاركة، تتحدث على أنها جاءت للجزائر وهي تحمل في نفسها رغبة وإرادة في تحقيق الطموح والأمال، أن اليوم كل المشاركين من الدول العربية تسعى إلى أن تعود إلى أوطانها وهي تحمل بين يديها مخرجات تقدمها لشعوبها لتقولها هنا اليوم يبدأ العمل العربي. صحيح أن المشوار ليس سهل، أن العمل ليس كذلك بالبسيط، ولكن هنالك الإرادة، وأعتقد بأننا نلمس توفر الإرادة في تحقيق هذا. خليني نكون جريء أولا أن يقول بأنه نقرأها من زاويتين. الزاوية الأولى من باب التصريحات الرسمية، ونقول الباب التصريحات الرسمية، يعني تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، تصريحات بعض القادة، الرسائل كذلك التي جاءت من بعض الدول العربية للجزائر أو من خلال كذلك تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة وغيرها، كلها تصريحات تتحدث على أن هذه القمة هي قمة قد تعتبر استثنائية من حيث السياق، من حيث التوقيت، وبأن الكل يطمح في أن يحقق التميز خلال هذه القمة. هذا مؤشر من مؤشرات نجاح القمة. الزاوية الثانية وهو محاولات التسويق لبعض اللغط وكذلك نسبة التسويق لهذه القمة على المستوى الإعلام العالمي، وأعتقد بأن هذا في حد ذاته تأكيد على أن القمة الجزائر تكتسي أهمية استراتيجية، أهمية جوهرية، بأن قمة الجزائر قد تخيف البعض، يكفي فقط أن تأتي بوثيقة المصالحة الفلسطينية فأنت يعني تقصف معقل الكيان الصهيوني الذي يسعى أن يستثمر في الفرقة العربية وفي التفكيك العربي وفي كذلك تغييب القضية الفلسطينية. إذن نحن نتحدث هنا على أن هنالك معيارين يمكن أن نقيس من خلالها بأن قمة الجزائر ناجحة قبل بدايتها، سواء كان من خلال تسليط الضوء عليها من قبل القيادات والمسؤولين والمنظمات الدولية وإبداءها اهتمام ومتابعة لمجريات هذه القمة وانخراطها حتى كذلك في مناقشة الكثير من النقاط المتعلقة بجدول أعمال هذه القمة، أو من خلال كذلك المتابعة الإعلامية والمرافقة الإعلامية والتسويق الإعلامي لما تشكله هذه القمة من أهمية، وفي محاولة كذلك تقديم صورة بأن قمة الجزائر تريد أن تصنع الفارق في التوقيت الذي الكثير ربما أصبح يرى بأن في القمم العربية هي كسائرها من القمم.